السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة طبق حلويات المذبح أو التقاطيع. أول حاجة بجيبها من عند الجزار وبغسلها كويس تحت المية، وبغير عليها المية كذا مرة لحد ما تبقى المية نظيفة. وبعد كده باخدها بحطها في مصفى واسيبها تتصفى كامل، وبعد كده ببدأ اقطعها شرايح طولية. والكمية اللي معايا النهاردة حوالي 1.5 كيلو، دي ذرة بقطعها بالشكل ده، ولازم السكينة تكون حامية. وبعد كده بقطع الفشة برضو بنفس الطريقة. ودي الأكلة المفضلة للبيوت المصرية في أول أيام عيد الأضحى المبارك. والزور، وبعد كده بجيب مية سخنة بحطها على النار وابدأ انزل عليها بالحلويات. اول ما المية بتبدأ تغلي بتبدأ الحلويات تطلع على الوش بالشكل ده، بنزلها بالمعلقة وبضيف على المية ورقتين لوري وحبهان واسيبها تغلي لمدة نص ساعة. وبعد كده بصفيها واغسلها كويس جدا تحت المية، ما بتكونش استوت، هي بس بتاخد جزء من التسوية، واسيبها تتصفى. وبعد كده ابدأ اقطعها شرائح رفيعة او مكعبات صغيرة، وانا بفضل ان انا اقطعها مكعبات. ممكن تعمليها شرائح زي الشاورما، انا بقطعها بالشكل ده. وبعد كده بجيب بصلتين كبار بقطعهم شرائح، وبستخدم فصين كبار من الثوم بقطعهم برضو. وفي مقلاية على النار او حلة بحط معلقة كبيرة من السمن عليها معلقتين من الزيت، وببدأ انزل البصل واقلبه كويس لحد ما يدبل. وبعد كده بضيف الثوم واقلبه، واضيف التقطيع اللي احنا قطعناها مكعبات واقلبهم كويس. والتوابل اللي انا بستخدمها في الوصفة فلفل اسود وكمون وملح، وبقلبهم كويس. وبعد كده بضيف كوبايتين مية وببدأ اوطي النار خالص واغطي عليها واسيبها لما بتستوى، بتاخد حوالي ساعة تقريبا. لو احتاجت تسوية او احتاجت مية بضيف عليها كوباية كمان، وده شكلها النهائي. تاني طبق بقى بحضره في اول ايام عيد الفطر، الكبدة بالفلفل. بستخدم راس من التوم بفرمه كويس بالشكل ده، وفي مقلاية على النار بضيف 3 معالق كبار من الزيت ومعلقة من الدهن الضاني، وعلى درجة حرارة مرتفعة بضيف راس التوم اللي احنا هرسناها، وابدأ انزل عليها بالكبدة على مرتين على درجة حرارة مرتفعة علشان الكبدة ما تنزلش المية بتاعتها. ده الجزء التاني، واقلب كويس. والتوابل اللي هنستخدمها النهاردة معلقة من الكاري والبابريكا والفلفل الاسود والكزبرة الناشفة والكمون، وبضيف الملح، والكاري بيفرق جدا في طعم الكبدة، وده السر بتاع عربيات الكبدة بتاعت الشارع. بقلبهم كويس، وبعد كده بضيف الفلفل الالوان ومقدار الكبدة دون حوالي 1.5 كيلو ومعلقة من الخل علشان الزفارة، واقلبها. وقبل ما نقفل على الكبدة بضيف عصير ليمونتين وبقلبها دقيقتين وبقفل عليها النار. وده شكلها النهائي، طعمها وريحتها خطير. اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.